تقلبني تجاوب. اضحك بقى خلاص الدنيا مش مستاهله. كويس كان ده جلطه بس الحمد لله كويس. اه بيتحرك كده بيتحرك صدره اتحسن خالص وتدي له مضاد حيوي بقى ياخد معاه ولا يعني في المستشفى مع المفروض ياخد معاه. عارف الحركه اللي انت عاملها دي؟ لا اللي انت راكن كده معناه ان انت عندك صدرك مقفول. حاجات الدرجه كلها غاليه، شركة الدرجه كل حاجاتها غاليه. لا لا لازم تتكلم اي غلط تشوفه، لازم تتكلم اي قصور تشوفه عند حد لازم تتكلم فيه.